Çocuklara çevrilmiş namluların fotoğraf karelerini kendine nasıl açıklayabilir? Amina Şahsiyet şahsiyetul am. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayrukum, hayrukum li ahli. Ve ana hayrukum li ahli. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة هذا الزمان هي سيدة تركيا الأولى. حرم الرئيس رجب طيب أردوغان الفاضلة. رفيقة دربه كما تصف نفسها والشاهد الأقرب على مسيرته السياسية. منذ بدايته وحتى توليه مناصب قياديه عليا وهي تعيش حياتها اليوميه بافراحها واحزانها ومشاركه في معانيها انضمت الى جمعيه النساء المثاليات التركيه بعد ذلك التقت لأول مرة برجب طيب أردوغان عام 1977 وبعد عام واحد فقط عقد قرانها ومن ثم أنجبت منه أربعة أبناء هم براق وبلال وإسراء وسمية بعد ذلك باربع سنوات اطلقت مشروعا غير مظهر تركيا واسطنبول خاصه الا وهو مشروع صفر نفايات ومن ثم سعت لتحويله مشروعا عالميا للعالم المتمدن وسيكون بعدها خطوه مهمه للعالم باسره ليكون البلد باسره بمثابه المنزل الذي نحافظ عليه فكانت تقف بكل شموخ بمشاريع متعدده من ابرزها وقوفها بكل شموخ مع المضطهدين في العالم من باكستان إلى سوريا إلى أقليات روهينجا المسلمة وبذلك تقلدت الأوسمة من العديد من الرؤساء وفي مقدمتهم رئيس الأمم المتحدة وغيرهم وأيضا ملكة بريطانيا فبورك فيك أم أمين أغلى أردوغان وجعلك قدوة حسنة ومثالا يحتذى به وخير خلف لخير سلف الزوجه والأم وسيدة تركيا الأولى العظيمة الزوجة المثلى فوراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة رجب طيب أردوغان يا عبد الله إني <applause> I'm myself so wondering what did happened to the last ten